خلونا نشوف تقرير مع الجالية المغربية وفرحتها بعد الفوز على كوت ديفوار ونرجع تاني. أداء المنتخب المغربي تحسن بشكل جيد أمام منتخب الكوت ديفوار من ناحية لا من ناحية التكتيكية ولا البدنية، ظهر بشكل جيد بعد المباراة الأولى كان أداء باهت لعدة عوامل، لأن المباراة كانت بالنهار في الشمس، تنعرفوا أن اللاعبين المحترفين المغاربة ما متعودينش على هذا الطقس، ولكن اليوم الحمد لله عمل مراهق كان لجانبنا بالإضافة إلى التغييرات الذكية اللي قام بها المدرب مع عودة يونس بالهندا إلى خط الوسط، الاعتماد على الأحمدي منذ الوهلة الأولى، تغيرت ملامح المنتخب الوطني، كان الأفضل تسييد المباراة خلال طيلة أطوار المباراة. المنتخب الوطني استرجع بريقه، استرجع أيضا لاعبين مهمين على مستوى خط الوسط، هنا أتكلم أكيد عن كل من كريم الأحمدي ويونس بالهندا، اللذان لعبا دورا كبيرا وكبيرا جدا في أن يعود المنتخب الوطني إلى رتمه و الديناميكية الكبيرة المعروفة عليه والتي تبعها الجميع، يعني في إقصائيات كأس أفريقيا وفي كأس العالم السنة الماضية، واليوم إيرفي رونار أكيد مرة أخرى أكد على أن كعبه عالي جدا على منتخب الكوت ديفوار، واستغل أيضا بعض النقاط التي يعلمها ويعرفها جيدا. المنتخب المغربي هو الآن يجمع ما بين خبرة مجموعة من اللاعبين الذين يدافعون عن ألوان المنتخب منذ سنوات، أذكر هنا لاعبين كبن عطية، كمبارك بوصوفة، كنبيل درار، كداكوستا يعني، ويونس بالهندا، ونور الدين مرابط، هؤلاء لاعبين يشاركون للمرة الثانية في نهائيات كأس إفريقيا، بل منهم من يشارك للمرة الثالثة أو الرابعة كما هو الشأن بالنسبة لبن عطية. هناك لاعبين شباب قادمين يحاولون أن يعطوا دماء جديدة للمنتخب المغربي، يحاولون أن يثبتوا مكانتهم وعن جدارتهم في هذا المنتخب، كأشرف حكيمي، كنصير المزراوي، كحكيم زياش، كالحارس بونو. إذن هناك يعني نقول مزاوجة بين الخبرة وعنفوان الشباب.